فنانة موهوبة، لكن الموهبة بتحتاج لدراسة. فتخيل بقى لو فنانة موهوبة وكمان درست، ده تقدر توصل بيه أسرع لقلوب جمهورها. معانا النهاردة ومعاكم الفنانة صفاء جلال. طبعا شفنا لها السنة اللي فاتت حالة كبيرة جدا من النشاط الفني، شفناها في 4 أعمال، حتف بحر وكمان مسلسل هانم بنت باشا، وكانت ضيفة شرف في حكايات وبنعيشها مجنون ليلى وهوانم، لا سوري، هانم بنت باشا. خلينا نروح نستقبلها ولكن بعد فاصل. استوديو المسلسلاتي الفنانه صفاء جلال، اهلا بيكي يا صفاء ومنوره استوديو مسلسلاتي. اهلا بيكي. توحشنا ضحكتك الحلوه. اهو قاعده اضحك. لا والمسلسل الرابع اللي كان واقع مني عبوده مركب مسجله. صفاء يعني طبعا ما شاء الله السنه اللي فاتت في رمضان اللي فات يعني حاله من النشاط الفني، والواضح انك اتحسدتي. ايه موضوع العمليه و... لا يعني حاجات كتير. الحاله الصحيه تعبت شويه، ايه الاخبار؟ لا انا بقضي الشهر اللي فات كله في المستشفى. الحمد لله. شر عنك. الحمد لله. طب ليه طب نطمن بقى المشاهدين بيحبوا صفاء جلال؟ بصي، هو الاول كانت بنتي صغيره تعبت شويه ودخلت المستشفى سلامتها. وبعديها انا طلعت من المستشفى فتعبت فدخلت المستشفى عملت عمليه ورا بعضيكم. لا الحمد لله. ماما لسه خارجه من المستشفى عشان يبقى فاهمين، اتكسرت رجلها وبتجبسها. الحمد لله. حرام، بعد الشر عنك. افتكار ورحمه. الحمد لله طبعا. فلا بس كانت عمليه بسيطه، بس هي يعني هي صعوبتها في انها مؤلمه شويه، ان انا كان عندي حاجز الانفي معوج مع جيوب انفيه مع غضاريف مع لحميه، فما كنتش بقدر اتنفس كويس قوي. نيتي معانا النهارده. الحمد لله. الحمد لله. انت عارفه دايما لما يقولوا اول عمليه كده مثلا جيوب انفيه مش عارفه ايه، يقول لك اوعى دي عمليه تجميل في مناخير. لا والله هي نفس المناخير. لا هي، ما احنا شفنا الصور يعني شفنا صوري القديمه من الجديدة. قديم قوي. لو جبت لكم صوره من 20 سنه كانت اصغر كمان. بس صفاء انت دخلتي بالفعل في اعمال جديده واجلتيها بقى بعد، يعني اجلتيها على حد ما طلعتي بالسلام. لا بصي، هو انا السنه دي كان اختياري ان انا اعمل عمل واحد، هو اختفاء سعيد مهران. اخراج الاستاذ سعيد حامد وتاليف الاستاذ محمد حلمي هلال، بطوله الفنان الجميل هشام سليم. فنانه جميله جدا، عبقريه الاداء والتمثيل والفظيعه جدا سوسن بدر. والفنانه دره، فنان احمد بدير، وفنان محمود الجندي، فنانه جيهان فاضل، كتير. مجموعه كبيره جدا من النجوم جمال كلهم صراحه. طب بالعطاء في المعلومات الوفيره اللي انت بتدانا دي، عايزين نعرف دورك بقى. دوري انا بعمل دور بنت اسمها عبلة سعدية من المنيا، مجنونة، مش مجنونة يعني، هي مطرقعة. وبعدين بتحب هشام سليم اللي هو سعيد مهران اللي هو همام، بتحبه قوي قوي، هو ابن خال، مش حد غير غير همام. غير همام. فبتتجوزه غصب يعني، عارفه لو هتجوزك يعني غصب عنك. هو بيتجوزها شفقة وانه مش عايز يزعل مامته منه. بس ففي مواقف لذيذه، مواقف كوميديه، وفي مواقف حزينه جدا يعني. فان شاء الله يا رب يعجب الناس. ان شاء الله. هيكون من اخراج المخرج سعيد حامد. المخرج جميل سعيد حامد. سعيد حامد الموضوع برضو سينما وكاميرا السينما، التكنيك بقى اللي بيتبعه معاكم في المسلسل الجديد سينمائي ولا بيتبع نفس الفيديو بالـ3 كاميرات؟ فيديو بالـ3 كاميرات. لا هو تكنيك سينما برضو، تكنيك السينما يعني، ما ينفعش يغيروا يعني. هو اللي رشحك السنه دي في المسلسل ده؟ من اسكندرانيه لسعوديه. ما انا الاثنين اساسا، انا سعوديه اسكندرانيه عشان نبقى عارفين. انا يعني بابايا سعيدي اساسا من سوهاج، وتربيه اسكندراني، فعارفه اللي هو عندي الاثنين يعني الحمد لله. وعندك اللكنتين برضه؟
الاثنين. يعني هو اصل هو كمان صعيدي بتاع المنيا خفيف يعني. أوه. انا مش صعيدي، مش اللي هو يعني قوي لصعب. طب عايزين جملتين صعيدي. لا لا، ما مش انا بقول بقى يعني، عارفه الحاجات دي بقى يعني بتبقى يعني عارفه. بصي هي مع الجمل يعني، ما بعرفش يعني. بس صعيدي لابسه اللبس اللي هو بتاع سعاده ولا مودرن؟ لا مودرن خالص، لان هي متعلمه. أوه. وبنت عاديه جدا، عارفه لها ستايل كمان اللي هو هي بنت بسيطه. الجبات الطويله والبلوزات اللي بكم، والشخصيه يعني زي اي بنت بتشوفيها في الشارع يعني، عارفه. فدلوقتي حتى كمان هي المنيا اصلها بلد عروس الصعيد يعني، فجميله جدا وفيها نسبه تعليم عاليه جدا. فمش زي الصعيد الجواني قوي اللي هو يعني اللي هو لسه في نسبه عدم تعليم كبيره او اللي هم بيزرعوا في الارض. لا هي بنت متعلمه يعني، معاها دراسه يعني. طب همام هيحبها ولا ايه الاخبار؟ ما بيحبهاش خالص. لا احنا المسلسل بجري وراه. ايوه ايوه. وبعدين دي تاني مسلسل اعمله مع هشام برضه ما بيحبنيش، فبقول له ليه دايما بتعمل فيا كده؟ ليه ما بتحبنيش؟ ما ينفعش احبك يعني، مش حبك يعني، انا بختارك بناء على كده. لا هو جميل طبعا، طبعاً. جدا. سواء شخصيتين قبل كده برضه عملت معاه مسلسل كان اسمه اخر المشوار. فما كانش بيحبني وبجري وراه بقى طول المسلسل، فهنا برضه بجري وراه طول المسلسل. طب المره الجايه هيحبني بقى. طب التصوير يعني السنه دي انت مع الاستاذ سعيد حامد، والسنه اللي فاتت برضه كنت معي. التصوير بالتكنيك السينمائي في الدراما التلفزيونيه او في المسلسل اسهل ولا بثلاث كاميرات؟ بالنسبه للفنان هو في ده ميزه وده ميزه يعني، فاهمه؟ يعني ده له ستايل وده له ستايل، وده له احساس وده له احساس. طبعا انت ان انت تصوري بكاميرا واحده، انك تفضلي محافظه على احساسك مع تقطيع الكاميرا. في الفيديو اللي بثلاث كاميرات او التكنيك العادي بتاع الفيديو اللي هو كاميرتين وثلاثه، بيبقى الاحساس اعلى مستمر، ما بيهربش منك، مستمر، لانه بيقطعوا الكاميرات بيتقطعوا، مالكيش دعوه انت بمشهد واحد بتاخد مره واحده. انما التاني بيتطلب منك صعوبه اكتر، انك تفضلي محافظه على احساسك لحد اخر المشهد. ان انت يعني خدوا الزاويه بتاعت الزاويه اللونج، وبعدين هياخدوا الزاويه بتاعتك، فلازم ترجعي تفتكري احساسك تاني زي ما بتشتغلي في السينما برضه. ترجعي للاحساس ده انك ما يهربش منك، لازم تفتكري نبره الصوت بطريقه الاداء ببصه العين. اطول يعني، ويبقى مجهود كمان اكبر. مجهود اكبر بس ممتع برضه. مين اللي رشحك للدور السنه دي؟ بصي هو انا مدير انتاج يعني جاري وصديقي، مدير انتاج اسمه علاء حلمي في مدينه الانتاج الاعلامي، رشحني استاذ سعيد. استاذ سعيد انا اشتغلت معاه قبل علشان كده، علشان هانم بنت باشا. هانم بنت باشا اشتغلت معاه زمان في ابيض واسود فوازير، وهو مخرج جميل جدا وانسان عظيم جدا جدا جدا، تستمتعي بالعمل معاه يعني، اللي هو ارجوك انا عايز اشتغل معاك تاني، عارفه؟ هو طيب ودمه خفيف في اللوكيشن قوي يعني. ما انا بقول يعني استاذ حضرتك يعني، كان بيقولوا لي ان حضرتك هتجيب بديل ليا، يقول لي لا اصل مفيش بديل لهبلك وعبطك. مفيش حد. اقول له لا يا استاذ انا مزه. يقول لي مفيش مزه بتتكلم بالطريقه دي، انت مش مزه خالص. بتتكلم بصراحه يعني. طب انت الشخصيه اللي انت شفتيها في هانم بنت باشا شخصيه اسكندرانيه قوي، انت شفتيها في الحقيقه؟ خدتيها كلها زي ما هي ولا انت اضفتي عليها شويه للدراما؟ بصي هي مكتوبه كده، بس انت بتقعدي بقى يعني لما قعدت مثلا مع الستايلست بتاعت المسلسل ميسا، قلت لها ميسا انا شايفه ان هي الستات دول اولا مش اللبس، هو ما بتدفعش فلوس في لبس، هي بتلبس تيارات وبدل يعني، لا ستايل كده سكه كده، اي تيار واي بدله مش مهم تكون غاليه، بس هي لها ستايل في اللبس. الشعر لونه احمر يعني باين او انه معمول لون. قلت لها وهي ممكن تكون عندها مشكله فظيعه ان هي لابسه ذهب كتير، لان الذهب ده اساس الحياه هو. بالنسبه للتجار. ست كده لازم يبقى عندها ذهب لان ده راس مالها. قلت لها بعدين هي عشان نفوريش عايزه تلبس الماز، فلابسه ايد الماز وايد ذهب، فتلاقي عندها تشكيله كده. راكبه عربيه حلوه قوي، بس برضو سيطرتها على اخوها مع حنيه قويه جدا، بس طيبه جدا في الاخر، بترضخ للامور وتقول لهم حرام بقى خدوا الفلوس واعملوا البنت العمليه. فهي تركيبه شخصيه حلوه. يعني تركيبه حلوه حلوه جداً. وصعبه كمان على الممثل ان انت تقدمي ده كله. لو دخلت محلات في الزنقه وفي الصاغه وفي الحته دي تشوفي، بتلاقي ست قاعده على الكاشير دي صاحبه المحل. يعني الحاجه صاحبه المحل يعني، دايما بتبقى فيه شخصيه كده قويه يعني تمشي رجاله يعني، عارفه دايما بتبقى اقوى من الرجاله. طب ايه رايك نشوف الحاجه بقى صفاء جلال حاجه فهاني بنت باشا، نشوف مشهد مع المشاهدين ونرجع تاني نكمل فقره.